صباح الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جيلو لينكس، معكم عبد المجيب. توي جاي من الشغل، ما سويت أي شيء، جاي دايركت على طول على الفيديو عشان ما تقولون خليتنا وما سويت الفيديو المهم هذا السنة هذه. أوكي، بختصر كثير لأن الفيديو هذا نستر سويته قبل شوي، لما خلصت شفت 22 دقيقة فقلت خلاص قرقر واجد ليش، أعطهم الزبدة وامشي. أتكلم عن أفضل 10 توجيهات في 2016 بناء على إحصائيات موقع ديستر واتش. أنت بروح الموقع ديستر واتش شوفه. طبعا في توزيعة واحدة بس طلعت من اللستة وجاء مكانها واحدة ثانية. أوكي، توزيعة ماجية كانت معنا السنة الماضية في الترتيب السادس، السنة هذه مو موجودة ماجية. مين اللي جاب بداله بنشوف الحين. طيب طبعا أفضل 10 توزيعات موجودة عندنا، طبعا بجيب لكم نكتة بضحكون إن شاء الله اليوم. أوكي، هي أول واحدة منت وخلاص، لينكس مينت هي رقم واحد، ولكن في انخفاض بمعدل مستوى التحميل. لينكس مينت توزيعة موجهة للمستخدم اللي مو بحاب يسوي أي شيء بالنظام، حاب يأخذ نظام وينزله وخلاص يستخدمه والسلام، حاب يأخذ نظام سلس برامج جاهزة، أغلب البرامج اللي بتحتاجها موجودة فيها والتعريفات اللي تحتاجها موجودة فيها يأخذ لينكس مينت. اللي حاب يأخذ تصميم جميل سلس ومرن يأخذ لينكس مينت. لينكس مينت تجيب أربع واجهات، تجيب واجهة سينمن وهذه واجهتهم الرئيسية، تجيب واجهة ميتي، تجيب واجهة XFCE، تجيب واجهة KDE. طبعا واجهة KDE هي الأقل تفضيلا أعتقد، لأني أشوف المستخدمين مو بكثير مع KDE، ولكن الثلاثة الأولى ماتي سينمن وش بعد XFCE هم الأكثر لعدة أسباب. الأول لأن واجهة سينمن أصلا واجهة حديثة وظريفة جدا، يعني خصوصا الناس اللي عندهم أجهزة لابتوب وحابين يأخذون بعض الخصائص اللي تساعدهم خصوصا موضوع الماوس. أوكي، لينكس مينت بتريحك كثير نظرا في الاختصارات كثير بالواجهة، عفوا سينمن. واجهة ماتي واجهة مستقرة وشوي old school على قولتهم، قديمة ولكن فيها ميزات كثيرة. واجهة XFCE لأنها سريعة، أوكي، وبرضو فيها إمكانية تخصيص، ولكن التخصيصها بيكون أقل من ماتي نظرا لماتي أساسا بنيت على جنوم 2 وتوزيعة أو واجهة قديمة جدا ففيها أدوات كثيرة. عندنا التوزيعة الثانية، طبعا التوزيعة لينكس مينت مبنية على بونتو وتستخدم مدير الحزم apt-get aptitude كل هذولا، تمام، وبنيت على ديبيان على أبونتو. السنة هذه التوزيع الثاني عندنا ديبيان. اوكي، السنة الماضية كانت ديبيان ولا ايش كان؟ كانت ديبيان، تمام؟ طبعا شوف الفيديو اللي راح حق السنة الماضية. ديبيان طبعا توزيع العجوز، اوكي؟ دائما اقول العجوز يزعلون، إذا قلت العجوز فهذا تقديرا واحتراما، ماشي؟ إذا كانت معلومتي صحيحة في ثاني توزيعة في لينكس، الأولى كانت سلاك وير والثانية هي توزيعة ديبيان. ديبيان طبعا تتميز بالاستقرار الفظيع، اوكي؟ فظيعة جدا بالاستقرار. ما لها واجهة واحدة محددة، ممكن تركب أي واجهة، بس ما في واجهة واحدة يقول هذه واجهتنا، ممكن تركب أي واجهة. صعوبة التعامل مع ديبيان بالمقارنة مع لينكس مينت وأبونتو تعتبر صعب شوي، أوكي، ولكن مقارنة بالأجهزة الثانية أو بالتوزيعات الثانية اللي بعمرها مثل سلاك وير تعتبر سهلة جدا. الاستخدامات الأمثل طبعا للديبيان هي أول حاجة ديسكتوب، ممكن تستخدمها كديسكتوب وترتاح خصوصا إذا كنت بتنزله الإصدار الاختباري، لأن تجي ثلاث إصدارات رئيسية، مستقر واختباري وتجريبي. أوكي، إذا حطيت الاختباري طبعا ممكن تحط تجريبي. الاختباري بتكون عندك البرامج الأخيرة وتكون توزيعتك مستقرة، ولكن مع الخوادم شخصيا أنا أفضل ديبيان على أي توزيعة ثانية كخادم. تستخدم apt-get طبعا جدا لأنها مبنية على لأن توزيعة مينت مبنية عليها، فأكيد تستخدم apt-get. مينت طبعا في لها عشان تصيرون بالصوره في ثنتين، في واحده مبنيه على بونتو وواحده مبنيه على ديبيان. اوكي، نجي للتوزيع الاصدار الثالث او المرحله الثالثه او الترتيب الثالث هي ابونتو. اوكي، ابونتو طبعا عرفت بالواجهه يونيتي اللي انا احب اقوه بر ما احب واجهه يونيتي، انا اكرهها، تمام، ولكن عرفت بالواجهه هذه، واجهه منسقه، واجهه جميله ولكن فيها مشاكل ما تخليني ارتاح معها. ابونتو طبعا هي ام التوزيعات حاليا، اوكي، نسلها كثير ما شاء الله، يعني عندي مثل بغيت أقوله مو بزين. عموما التوزيعة هذه لأنها سهلة ولأنها وفرت أدوات كثيرة صارت الناس تبني عليها. تميزت توزيعة أبونتو ومبني على أبونتو بالPPA، أوكي، للمستودعات الPPA. أوكي، ممكن تكتب PPA في جوجل وتحصل الموقع الأب لونشر أعتقد أو لونشر حاجة زي كذا اسمه، تمام، وراح تشوف المستودعات هناك. الPPA طبعا هذا الميزة فيه إنه واحد شاف برنامج حبه ممكن يحط المستودع شخصي وينزله عنده هناك وبس. لذلك بتحصل انه البي بي اي يخدم كثير اذا كنت حاب تنزل برامج بدون ما ادخل موضوع البناء من المصدر وترجمه البرنامج وقصه ترجمه يعني كومبايل. فالابونتو طبعا مميز بنقطه ذي. طبعا في انه حاجه ثانيه متميزه فيها الابونتو اللي الابونتو سيرفر.
فالابونتو سيرفر ايضا توزيعه جميله يجي معها ادوات للسيرفر كثير للخوادم تحديدا، مؤخرا اوبن ستاك صار يجي معه وهذا شيء جميل. اوكي طيب نشوف التوزيع الرابع معنا وهي توزيعه اوبن زوزا. اوبن زوزا طبعا توزيع المانيه، ابونتو تابع شركه بريطانيه اسمها كانونيكال، ديبيان وبنت ما في شركه تابعت لهم يعني لهم توزيع للمجتمع، فما في شركه واحده قالت انا داعمتها، ولكن زوزا عباره عن شركه بريطانيه المانيه، والله لو يسمعون انقال بريطانيه الالمان. عموما زوزا كزوزا في توزيع اسمه زوزا، هذا توزيع مدفوعه، وفي اوبن زوزا هذه المفتوحه. التميز في اوبن زوزا هو مدير الحزم ياست، تكلمت عنه سابقا، كل التوزيعات اللي بذكرهم اليوم مسوي لهم مراجعات انا قبل، عشان كذا ما راح اسوي مراجعات مره ثانيه. التوزيعه هذه اللي هي تتكلم عن اوبن زوزا تميز بمدير المدير او مركز مركز التحكم. اوكي في كل شيء ممكن تتحكم في الكمبيوتر بسهوله وبعدك عن سطر الاوامر. تمام التوزيعه طبعا مستقره، الاستخدام الامثل لها ممكن يكون الديسكتوب. تمام في عمل في ديسكتوب حق البيت، يعني في العمل تقريبا تعتبر مناسبه جدا. فعندنا رقم 5 وهي صاعده. اوكي السنه الماضيه رقم 5 من كان فيدورا، السنه هذه رقم 5 منجارو او منهارو، توزيعه مبنيه على ارشينكس. انا اخترت اني اوريكم اياه، طبعا هذا موقع مضحك انا اخترته عشان تشوفونه، هذا موقع سلاك وير. تمام عموما هذه منجارو اوكي او منهارو، تلاحظون التوزيعه طبعا بسيطه وزي ما انتم شايفين شكله، تجي مع طبعا هذا شكله الواجهه الرئيسيه حقه هي واجهه اكس سي اي، ممكن تحمله من هنا بالاصدار المناسب لك. طبعا هذول مجرد توقيع للتحقق فقط، السترينج هذا هل يوافق السترينج اللي محمله ولا لا. تمام فالمانجارو طبعا مبني على الارتش لينكس، معنى انك راح تستفيد من افضل مدير حزم بوجهه نظري اللي هو الباكمان، ما بين كل التوزيعات انا اعتبره الافضل بعد ما جربت كل مدراء الحزم، انا اشوف باكمان هو الافضل نظرا للسرعه الخرافيه الموجوده في المستودعات وايضا عدم وجود اي مشاكل في الاعتماديات. عندنا التوزيع رقم 6 توزيعات في دورة المبنية على الدهات، في دورة موجهه تكون سطح مكتب. تميز في دورة بالسرعه طبعا، تميز ايضا مبنية بالدهات، تميز ايضا بالاستقرار. ميزه رابعه تقريبا ان لما تنزل في ناس وناس، اوكي في ناس وناس، انك لما تنزل ما يجي مع شيء فانت لازم تركب كل شيء بنفسك، يجي مع الواجهه، ولكن برامج اساسيه جدا ما معها كل حاجه مقارنه بتوزيعه زي ابونتو وتوزيعه مثل لينكس مينت. عندنا التوزيع رقم 7 طبعا في دوره وتستخدم واي يو ام. توزيع رقم 7 هي توزيعه زورين، وتوزيعه طبعا صاعده ما كانت موجوده مع التوزيعات، وانا اخترت انكم تشوفون الواقع حقه. توزيعه زورين طبعا موجهه ان تكون للمستخدم المنتقل من ويندوز. طبعا توزيعه زورين تميزت جدا بموضوع البرامج الافتراضيه اللي جاي معه، وتميزت ايضا في حاجه ثانيه اللي هي الواجهات اللي جاي معه. جاي معه العاب زي ما انتم شايفين جاهزه، ممكن بس تحمل التوزيع خلاص بحصل الالعاب جاي معه. جاي معه برامج خرافيه، وجاي معها طبعا اكثر من واجهه، في واجهه للماك ايضا اللي جاي من الماك ممكن يستخدم الماك. عندنا طبعا مبني على ابونتو ابت كيت، ممكن تحمل برامجك. عندنا توزيعه رقم 8 توزيعه المنتري، وهي توزيعه موجوده هنا بتشوفون ليش انا فتحت موقع سلاك وير. كنت بسوي لكم حاجه ظريفه مع سلاك وير بس انا عدت الفيديو قبل شوي. ماك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذه توزيعه نسخه من ماك لذلك انا ما احبه. اوكي الشخص اللي حاب نظام ماك وشكل ماك راح يستخدم التوزيعه، بس خصائص التخصيص غير موجوده فيها كثير، يعني انتم ممكن تركب برامج عشان تخصص التوزيعه. التوزيعه للانصاف سلسه جدا ومبسطه جدا الواجهه حقت التوزيعه، ولكن اذا بتتبع التوزيعه يعني في توزيعات انا شخص احب احمل التوزيعه واستخدمها كما هي غالبا، ما احب اعدل عليها اذا كانت التوزيعه هي مو موجهه للتعديل، يعني زي منت انا حملته وبس عدلت الالوان وسلام ركبت كم برنامج. ولكن مع الالمنتري لما ركبه ما اقدر ارتاح، ما احتاج احس اني احتاج اسوي شيء، ممكن لاني مو متعود مع بيئه الماك، متعود على الماتي اكثر او جنوم 2 سابقا. طبعا زي ما قلت لكم هي مبنيه على الابونتو لذلك بتحصل فيها كل برامج الابونتو. عندنا توزيع رقم 9 هي توزيع سنتو اس، وهي توزيع مبنيه على ريد هات، كل شيء يخص السيرفرات بتحصله. رغم من حبي للديبيان الا اني اقول لكم انه سنتو اس هي يعني المكتسحه في موضوع خوادم الويب. اوكي فاي شيء يخص الويب تبغى تسوي خادم، تبغى تشوف دعم كبير، بتحصل سنت او اس موجوده في كل مكان، خصوصا اذا كنت انت شخص اخذ شهاده ردهات او حاب تاخذ شهاده ردهات ممكن تاخذ سنت او اس تتعلم عليها. رقم 10 توزيعه ارتش لينكس اللي كنت احبه الحين صرت ما احبه، كسرت قلبي. ليش تركته؟ طبعا انا نزلت فيديو اسمه لماذا تركت ارتش لصالح ديبيان. اوكي الارتش طبعا توزيعه تجي بدون برامج بدون اي شيء،
أن تركب كل شيء من سطر الأوامر. ماشي؟ هذه الميزة موجودة فيها أنك تركب كل شيء حسب ما تحتاجه. فيها إمكانية عالية للتخصيص وفيها سرعة خرافية في موضوع الحزم، تحميل الحزم وتنصيب الحزم بعض، تحميل الإنترنت تنصيبه. أنا أظن مستودعاتها خطيرة، وأنا قاعد أتعلم عنها كذا، أتكلم أقول يا ربي ودي رحمة للتوزيع، جميلة صراحة. لكن الشخص اللي ما عنده إنترنت دائما متوفر له ما أنصح ركب آرش لينكس ولا حتى منجارو، لأن هذه عبارة عن توزيعات متدحرجة. تمام؟ التوزيعات المتدحرجة ما في إصدارات 1 2 3 4 تنزله وتبدأ تنزل تحديثات، لذلك التحديثات مستمرة شبه يوميا، عندك تحديثات وأحيانا في الآرش لينكس ينزل مرتين 3 مرات تحديثات يوميا. أوكي؟ هذول 10 توزيعات. ليش طلع لكم سلاك وير قبل شوي؟ لأني انصدمت وشفت حاجة. سلاك وير موجودة بالليستة 17. شوف السنة الماضية كانت موجودة معهم ولا لا؟ 2016. لا خلينا نشوف 2015 لو كانت موجودة معهم ولا لا. أنا ما أعتقد إنها كانت موجودة سلاك. هي غير موجودة مع 20. كم كان ترتيب سلاك؟ سلاك وير كان 33. هالمرة صارت 17. في سر. ليش اقول لكم في سر وليش انا مستغرب من تحديدا هذه التوزيع؟ لحظه في اتصال، سكر اتصال، انا اتصل علي برد عليك بعد شوي، كل شوي الفيديو يقول لي سكرت ابو يجي. طيب استغربت لان توزيعه غير موجهه للبشر، موجهه للكائنات الفضائيه يا ناس. عفوا، في ناس تحب اسلاك وكذا، بس التعامل معه صعب جدا، بالضبط كانك داخل عند شايب عمره مثلا 70 سنة وقاعد تقول له يا والدي العزيز لو سمحت، يعني لو تكرمت، يعني لو تفضلت، ايش رايك بموضوع قياده المراه للسياره؟ انا اتكلم بالسعوديه، والله يمكن تطلع سيف يقص راسك. انا اتكلم عن الشبان اللي عندنا. اوكي، بالضبط نفس الشيء. اوكي، لذلك توزيع سلاك انك قاعد تتعامل مع شايب كبير بالعمر، لكن توزيع سلاك سريعه جدا ومستقره جدا ولا فيها مشاكل ابدا في مستودعاتها بصراحه. وطبعا العيب اللي موجود فيها موضوع مو مساله صعوبه التعامل معه من ناحيه التخصيص، التخصيص سهل، لكن موضوع التعامل معه موضوع البرامج. لو ما حصلت برنامج موجود في المستودعات، القائمين على توزيع يمكنهم 3، انا ما عديتهم ولا اديهم 3 ولا، بس انا اعتقد انهم 3 شياب. ليش؟ لان الويب سايت حقهم يا ناس يضحك. شوفوا هذا موقع ذا، هذا طبيعي يمكن مصلحينه عام 2000 واي 2000، يعني هذا قبل الالفيه الاولى، هذا يمكن 1815 مصلحينه، قبل 1000 سنة. اوكي، شوفوا شكله، وهذا ندل على شيء فيدل على رساله القائمين على سلاك وير انه احنا مو مهم من الشكل، احنا يهمنا العمليه، وفعلا الموقع عملي وايضا توزيعه عمليه جدا. الواجهه الافتراضيه لسلاك وير هي كي دي اي، وما يحبون يستخدمون اي واجهه غبيه بالنسبه لتصنيفهم هم. شافوا توزيعه جنوم سوت مشاكل لما نزلت ريجل، طلع من المستودعات برا. اوكي، اللي حاب يستخدم التوزيعه او بالاصح حاب يدخل التجربه، يدخل الكهف هذا، حاب يدخل كهف لينكس، اوكي، ممكن يرجع يشوف سلاك وير. شوف سلاك وير ما تغيرت سياسته، يعني كانك تستخدم لينكس بالتسعينات. انا ما استخدمته بالتسعينات، كل حياتي مع الكمبيوتر كانت بعد 2006، ولكن حسب كلام الناس كانك تستخدم كمبيوتر بالتسعينات. شكرا لكم، اتمنى انكم استفدتوا بهذا الفيديو، واتمنى اني ما اطلت عليكم، طبعا اتمنى اني ما طولت المره، 13 دقيقه ولا فرق قبل شوي 22 دقيقة. أشكركم جدا على المتابعة، راح أنزل قناة جديدة ما لها علاقة في جنو لينكس، أوكي؟ إن شاء الله قريب، أوكي؟ أنا بس بحمسكم، يعني أنا بعد ما شفت موضوع الفلوج أعجبكم فحبيت أسوي قناة غير. يلا، سلام عليكم.